الاسم ديالي زكريا الكرت، مدينة وجدة، من نادي الوجدي لعلم الطيور، كاتب العام تاع النادي الوجدي للطيور منعقد المنقار. بالنسبة للتحكيم كان البارح يوم الأحد 3 ديسمبر. بالنسبة للحاكم كان عندنا حاكم جيم بيلمان من فرنسا. الحمد لله التحكيم كان كان روعة، كمل مع توقيت الخامسة بعد الزوال. بالنسبة للطيور الفائزة تقريبا هي اللي عندها هاد ليكوكاد في الأقفاز ديالها. كاين بعض الطيور الفائزة اللي سافرت البارح من الإخوة اللي كانوا جاوا معنا من خريبكا ومن نادور، كانوا وجهوا لهم تحية من هذا المنبر، وشكرا جزيلا لأخ طارق مجددا على المساهمة ديالو، لأن هو من الناس اللي ساهموا في إشهار ديال هذا المهرجان وفي البروز ديالو وفي الناس باش كتعرف، لأن كاين واحد المهرجان في وجدة راه الدورة الرابعة ومازال ما كانش شي دعم لا معنوي ولا مادي ولا حضور حتى من الساكنة على الجهة الشرقية. نتمنى من الله في القادم أنه يكون واحد دعم، ولو على أضعف الإيمان يكون دعم معنوي، لأن حتى دعم مادي قطعنا من نورياس. راه غير الإخوان تبارك الله ديال النادي الوجدي هما اللي كيساهموا من الجيوب ديالهم باش كينجحوا هاد التظاهرة وباش كيشرفوا الجهة الشرقية وباش كيشرفوا وجدة، والحمد لله راه مشرفينها وراه كنشاركوا حتى في تظاهرات في الغرب وفي الشمال. نتمنى من الله يلتفتوا لهاد الجمعيات ويساعدوهم، لأن راه لا إله إلا الله، راه الشيء راه غير هواية وغير ولاعة وراه كنصرفوا غير من جيوبنا. طائر المقنين حنا ما كنهتموش به بخصوص الاهتمام ديالنا تاع النادي. حنا النادي الوجدي الاهتمام ديالو الأغلب هو لي بيك كروشي، يعني الطيور المنعقدة المنقار. ولكن من هذا المنبر كنبغي نوجه تحية للناس اللي كيصيدوا صيد العشوائي، يتقوا الله في هذا الطائر لأنه هو راه من التراث ديالنا، وإلا بقوا على هذه الحالة راه ما غاديش يبقى إن شاء الله، ما غاديش يبقى منا لقدام. وكما كنشوفوا الدول المجاورة للجزائر وتونس وليبيا حتى هي اللي كانوا معروفين بالمقنين، راه نقارض عندهم صفة تاع 90% لما كناش نكذبوا حتى 100%، لأن راه باقي غير في شمال إفريقيا غير في المغرب بالضبط في شمال المغرب. نتمنى من الله انهم ياخذوا بعين الاعتبار وتكون تكون الصرامه من السلطات المعنيه بهذا الطائر هذا باش يحاولوا يحدوا من هذا الصيد الجائر.